تصور معي يا أخي في وقت الشتاء، في وقت البرد، والإنسان تحت اللحاف يتدفأ به وينام ثم يدعى للصلاة، يدعى ليقوم ليصلي في آخر الليل، أمر شاق لمن لم يعرف ما وراءه، يخرج من تحت اللحاف ويترك الدفأ ويتوضأ ويقوم وينتصب لله ويصلي لله، أمر لا يطيقه إلا من عرف ما وراءه، أن يقوم ليتوضأ في البرد ويخرج للمسجد ليصلي الفجر، أمر تكرهه النفس إن لم تكن عالمة بما وراءها. فمن لم يتحمل المكاره لم يحصل أسباب دخول الجنة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون.